النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا وإياهم شر ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا كل أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حول الكوثر يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرنا وقبر من ماتوا منا روة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا وقبرهم حفرة من حفر النيران اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم حصل مرادنا يا محصل المرادات بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.